بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي أعزائي المشاهدين، فكرة وخطوة. برنامجكم عبارة عن فكرة صغيرة وخطوة تطبيقية، والهدف إنها تبقى فكرة قصيرة وخطوة مؤثرة. فكرتنا النهاردة بعنوان لماذا نضحك؟ بنضحك ليه؟ روبرت بروفاين عالم متخصص في دراسة اسمها دراسة الضحك. بتستغربوش يا جماعة، الطب فيه حاجات غريبة. يعني ايه اللي بيخلي الناس تضحك؟ الراجل ده عمل دراسة جميلة، شال كاميرا فيديو، نزل في الشارع وابتدى يصور كل واحد فيهم بيضحك ليه. فصور فيديوهات لعشرات من الناس اللي بتضحك، بيضحكوا ليه، وقعد ياخد الفيديوهات ويحللها ويركبها ويوصل للنتائج، لغاية لما اكتشف الآتي. اكتشف ملاحظة صغيرة جدا، انه لما كان بيقرب من اتنين ماشيين جنب بعض ويطلب منهم يضحكوا، كانوا بينفجروا في الضحك. وكان بيسأل نفسه الناس دي تضحك ليه، لاحظ ان الناس دي تبص لبعض وتضحك. واكتشف ان احنا مش بنضحك لاننا شفنا حاجة مضحكة، انما بنضحك على ضحكة الناس. عشان كده خلي بالكم، لما حد هو بيقول يعني في الدراسه اللي عملها، لما حد بيزغزغ نفسه ما بيضحكش، لكن لما واحد بيزغزغ ويضحك هو بيضحك على ضحكته. احنا مش بنضحك على النكته، احنا بنضحك على ضحكه الناس. وانه مرات الناس مش بتضحك لحاجات مضحكه، هي اساسا ما تضحكش. لو اتقالت لوحدك، لو انت قعدت تتفرج على مسرحيه لوحدك، ممكن ما تضحكش، تقلب نكد. لكن لو قعدت على مسرحيه كوميديه ومعاك الناس بتضحك، جو الضحك بيخليك مبسوط، بتضحك وتبص لده وده يبص لك، والضحك بيجيب الضحك. عشان كده يقول لك انه اول حاجة بتعملها لما بتسمع نكتة بتبعتها لأقرب واحد ليك عشان يضحك على ضحكتها. وعشان كده بيحطوا احيانا في بعض التمثيليات صوت جمهور يضحك، يعني مرات يجيبوا ناس تقعد تمثل ويعملوا مشاهد كوميدية بس مفيش جمهور، هم بقى يحطوا تسجيلات تضحك عشان وانت بتسمع المونتاج في الاخر تضحك على ضحك الناس. اذا الضحك نشاط اجتماعي معدي، تفاعل مع الناس وفرحهم هتفرح. ده اللي قال عنه الكتاب فرحا مع الفرحين. الرسالة بتقول كل لما تحب تضحك الناس هتضحك انت. يقول الكتاب كده في مزمور 126، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عاوز تضحك وتفرح، فرح الناس. جنتنا كأولاد لربنا ان احنا نرسم الابتسامة على وجوه الناس. مهارة، فن، ابداع، انك طول ما انت قاعد ترمي البسمة والضحكة والسعادة والرجاء والامل. خلي عندك مخزون، مش ضحك هزل، كلام السفاهة والهزل التي لا تليق يقول عنها الكتاب، لكن ضحك رجاء، ضحك امل، ضحك خير، ضحك اسعاد للناس، ضحك تخفيف من الم. لماذا نضحك؟ مش لان الحاجات فيها ضحك، لان احنا عاوزين نرسم البهجة. وانت بترسمها على وشوش الناس انت كمان هتضحك، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحك. ربنا يفرح قلوبكم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.